أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في تكملة الجزء الثاني من فيديو العدد الأصلية، العدد الحنينة عند عم مصطفى في سوق الجمعة. النهاردة إن شاء الله هنشوف باقي العدد عشان الفيديو برضو ما يطولش. الفيديو مقسم إلى جزئين، كل جزء حوالي 12 دقيقة. إن شاء الله تستمتعوا بالعرض معانا، وكل سنة وانتم طيبين، ويلا بينا نبدأ على بركة الله. ما تنسوناش من اللايك والاشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ الفيديو. الشيك لاين ده خيط علام، خيط علام بالمادة بتاعته، البودرة بتاعته ده ب 40 و 45، ب 40 جنيه. اتعلم عليه بقى، عايز تعمل اي خط، عايز تعمل اي دهان. في اللي هو الثاني من غير خيط، من غير المادة بتاعته، ب 30 جنيه الاخر. بكام؟ 30. ب 30 جنيه ده خيط علام برضو، بس ما فيهوش اللي ايه البودرة. بس ما فيهوش البودرة. ده ب 40، ده ب 30. الله ينور عليك. تمام. برضو الامطار الياس. في اللي هو الخمسة بيت. ده متر 5 متر. ده 5 متر. وده 5 متر برضو. 40 جنيه. ماشي. وممكن 35 كيلو. جميل. ماشي يا بيه. تعب الدبابيس على كده؟ هو دبابيس ما شاء الله برضه. نفس العرض برضه. نفس العرض. 5 متر برضه. ايه كاوتش ودماغ. ده اللي البودي بتاعه كاوتش. بودي كاوتش ودماغ. وده بلاست. ماشي. تمام. تمام. في 35 و40؟ 35 و40. بتاعه القطن الخشابي. ده على اركيت التخريم الخشب والحديد والماكيتا. ده طقم سلاح. ب 20 وب 15 وب 25. ب 20 زياده. 20 و15 و25. 25. تمام. تمام. ايه الفرق ما بين ده وده وده؟ ده حدادي كويس. ده حدادي. حدادك منه مش مطلوب جامد، يبقى رخيص شويه. ده حدادي وستلس ب 20. ده خشابي بس غالي شويه عشان ايه؟ مطلوب وغالي. ده غالي. 25. تمام. الله يبارك. في الافل انت طبعا. الافل بقى اللي احنا قلنا عليها مشهور بيها عم مصطفى هنا. الافل دي حاجات خامات يا جماعه، بس هي بقى لها فتره هنا، في منها حاجات. لا خلطت الصبح اهي. بسم الله ما شاء الله. هو كان في كميه الصبح يا جماعه. بص العلب بتاعتها اهي. طبعا هي جايه في قلبها. القفل عامل ازاي؟ القفل ده عامل كام يا عم مصطفى؟ ده بيتباع بره ب 75 جنيه، بيتباعوا هنا ب 50 جنيه و45، وده ايه ب 35 و40. ما شاء الله. القفل بثلاث مفاتيح. مقاسين. مقاسين حضرتك. صغير وكبير. أو وسط وجديد. وسط واكبر شويه. تمام. بس ما شاء الله ربنا يبارك. في تلبيس حلو قوي. تلبيس نضيف. ماده ايه؟ في ده الشعب بتاع زمان 7.5 جنيه، ودوك اللي مرشوش اللي هي الماده اللي عامله زي الدوكو. خلاص 7.5. ده مرشوش ده. هنجيب لك شويه كشري. يا ابني كشري. ماشي. كلش اي حاجه فيها تقليه اصلا. لا بطل وتوجعني. في السكينه دي سكاكين دي، بس لسه ما جابش اسعارها. سكاكين بلدي. بس بلدي بس حاجه تصنيع بلدي يعني. بس صلب برضه كده. انت بكام؟ ماشي. ديك بس 25. 25 تمام. وده 30. وده الكف ده ب 30 جنيه. بتاع معجون بتاع نظافه. كف طري مش كده؟ بتاع معجون بتاع نظافه. صلب برضه يا عم مصطفى. لا ولا حديد؟ حديد. حديد. الصلب منه هيبقى معدي. الله ينور عليك. دوت ده كاستير الفاره. كاستير الفاره. كاستير الفاره دوت ده سلاح. سلاح كاستير. كاستير الفاره اللي هو ايه العريض. ماشي. ده بيعمل 25 جنيه. ده 2.5 بوصه. الله ينور عليك. ده عامل 25. ده كاستير الفاره اللي هي الكهرباء. ده كاستير. ده غيار بقى للكاستير بتاع الفاره. الله ينور عليك. اللي هو الدوار. الله ينور عليك. تمام.
ده 3.5 تقريبا بوصه يا عم. 8 مقاس 8 مقاس 8 ده بوصه 20 على 8 مفيش بوصه. هو هنا 82 سموه 8 3 مل. 3 مل التخانه 29 ديت 82. 82 دي يعني لو قسمتها مثلا على 26 هتبقى 26 كام؟ 72 يعني بيقولوا لا 52 يبقى 3 بوصه زي ما قلت لك. 3 بوصه ده الاكبر منه ده 40 وده 40 فرع كهرباء كبيره والصنانه ماشي. ده الفرع كهرباء والاولاني فرع ايه عادي وده 5 بوصه اهو تمام. دي بقى المفكات بقى انواع واشكال والوان انواع وحاجه نظيفه جدا. في منها دق نظيفه جدا في منها دق اهو اللي هو العاده أيوة. اللي هو الميكانيكا شغل دق بقى جامد يعني حمل عليه زي ما انت عايز. المفك عامل ازاي ما شاء الله محمل جدا. الفك ده ب 25 و 30 جنيه في المحل ده ب 20 ب 20 جنيه 10. في بقى مفكات ب 10 جنيه خفيفه شويه طبعا كل حاجه لها استخدام. ده ب 10 جنيه حاجه نظيفه برضه بس ايه ما شاء الله يعني هو كل حاجه لها استخدامها طبعا. لان انا عايز دوت عشان خاطر كذا مش هينفع هينفع التاني ده. تمام 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 اشكال برضو برضو زي ما انت عايز اللي عايزه يعني هنا هتلاقيه. ده ب 10 جنيه مش ما شاء الله هاتوا اي محل ما بلاش 15 جنيه. رجاء من الساده المشاهدين نحط لايك للفيديو وننشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي عشان يستفيد منه بقيه الناس. وما تنسوش ان زكاه المعرفه هي نشرها واعاده نشرها عشان تفيد وتستفيد. هنا مفكات التيست هي عند عم مصطفى. ده مكتوب عليها المان. ده مكتوب عليها المان. مكتوب عليها المان. ايوه تمام. ماشي؟ اهم حاجه العزم بتاعه. على مهلك. اهم حاجه حضرتك الحركه دي. ما شاء الله. بس يا مصطفى. الصوت؟ ايوه. الصوت الصوت. ايوه ايوه. الصوت. ماشي؟ بص يا استاذ محمد التنة. بص يا استاذ محمد التاكل. لا ولا التاكل ولا التنة. كال البنسة. كال البنسة. والبنسة عامله ازاي يا جماعه؟ كال البنسة. هو كال البنسة. تمام. ده سلاح وده في اي محل تخيل الحقيقه 45 جنيه. بنبيعه هنا ب 15 جنيه. 15 جنيه هنا عند مصطفى وخامه يا جماعه. هاتوا من اي محل اللي قال لك ب 50 جنيه او ب 35 جنيه يبقى هو الجيل. لازم تعمل فيه الاختبار دوت. تمام. حاضر. ده في طبعا كميه. تمام او اللي هو عاوز عند محمود طبعا. بالك. تمام يا باشا. تمام. تسلم يا عم مصطفى. ماشي. الالنكات دي بقى. ماشي. الالنكات ده بقى الالنكات في الالنكات 15 الالنكات 10 الالنكات 25 حسب المقاس. في الالنكات الماني اهو. الماني اصلي. 5 مللي. ده الوحيد الابو يد عندنا. 5 مللي بيقول حضرتك. هو الوحيد ابو يد. تمام. مكتوب عليه برضه 5 الماني. تمام يا عم مصطفى. القطرات دي بكام؟ القطرات ب 15 وقطرات ب 25. 15 اللي هو اللي هم يعني قطرات نظيفه 25 ده ب 25 جنيه. في قطرات شعبي ب 10 او ب 15 جنيه. جميل. تمام. تمام. الله يبارك يا رب. السلاح بتاعه 15 جنيه. طقم سلاح 10 قطع ب 15 جنيه العلبه دي. تمام. او اللي تمام يا عم مصطفى. ماشي. في عندك حاجات فرش بقى والكلام من ده؟ في فرش حضرتك في ب 10 ب 15 ب 25 حسب المقاس. مسطرانات للمباني. فرش للحام ب 15 ولا ب 10 دي؟ دي ب 10 ب 10 جنيه. تمام. والفرش من اول كام لحد كام كده؟ من اول 10 جنيه. اللي هي الواحد بوصه النظيفه. الواحد بوصه بس نظيفه جوه. اهم حاجه الشعر بتاعها يا جماعه. اصل بص انت بتروح هناك المحل بيديك شعر مؤاخذه عامل زي الكتان ده شعر ناعم جدا. ده يعني يختلف. فانت ما تبصش للسعر وما تبصش بص للسعر وما تبصش للخامه. لا بص للخامه قبل ما تبص للسعر. جميل جدا يا مصطفى. انت برده بتنقي حاجه نظيفه برده يعني برده من ضمن شغلك حاجات نظيفه جدا. 4 بوصه برده. 4 بوصه ما شاء الله. بكام في المحل؟ اقل حاجه 60 70 جنيه. صدقني ب 40 جنيه الاربع بوصه. ما شاء الله. ماشي. ربنا يبارك. 10 بسم الله. وب 20. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. ما تنسوش اللايك للفيديو. 20 و25 ما تنسوش اللايك للفيديو يا جماعه. ودي ب
15 جنيه ما شاء الله ما شاء الله. المفاتيح السيستين خلصت اهي من عندك اهي. انا كان في كميه كبيره عند الحاج مصطفى بسم الله ما شاء الله كلها خلصت الحمد لله رب العالمين. ربنا يخلف عليه بالحلال ويبارك فيه يا رب. برضه الفرش برضه يا جماعه نفس الخامه دي أربعة بوصه ما شاء الله يعني مقربه للبروش. اه تمام كده. في برضه حاجات تانية كتيرة زي الموازين وزي الحجارة وزي الفيديو بتاع القطعية بتاع الخشب حاجات كتيرة جدا. هو وسط اه ده انفك وسط بقى ما بين الشعبي وما بين الغالي ب 15 جنيه ده ب 15 جنيه الثاني ب 20 ب 10 ده طويل الأجهزة ده طويل اه تمام الأجهزة بتبقى اه معاك ايوه جميل ممتاز 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 بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. انت في شنيور ده عم مصطفى ولا ايه؟ اه ده شنيورة كم شنيورة محمود؟ ما عندناش ان شاء الله واحد حتة واحدة اه الناس هيسألوني عليه ما فيش الا يا عم انت مش هتجيب منه تاني؟ ليه؟ شغال ولا ايه؟ انا جات لي بيعة كده مع واحد كان حتتين وما شغالش وهي دي برضه نفس الوضع ده ايه ده؟ ده كهرباء ده مكيتة فك وربط فك وربط برضه نفس النظام يعني كهرباء العدة بس تمام تمام السكينه دي يا عم محمود سكينه قطع دي سكينه قطع دي ده ماسك وسباك ايه بتاع السباكه اللي هي بتاعت القطعه اللي هي السباكه اللي هي ايه؟ بتاعت المواسير مواسير السباكه ده حاجة نظيفة بصراحة. حلو. معدن دي ولا؟ معدن ده معدن. ده معدن بلاستيك. معدن الومنيوم. 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 دي عاملة كام يا حاج مصطفى؟ دي عاملة 150 كبيرة. عاملة 150 في أصغر منها. 80 وب 70 وب 90 اللي هي الوسط الصغيرة. اللي ما عندنا كبيرة بس. ماشي يا مصطفى. طب أنا طبعا احنا هنا يا جماعه زي ما احنا قلنا في شارع مسجد الايمان في سوق الجمعه شارع مسجد الايمان اهو. لو انت عايز توصل للحاج مصطفى يوم الجمعه تعال نبص على الفاره الاول. الفاره اهي جميل تمام اهي الفاره اهي. الفاره دي قد ايه يا عم مصطفى؟ الفاره ديك في اي محل هيقول لك 400 جنيه و450 جنيه احنا هنا بنبيعها ب 225 جنيه 225 هي كام بوصه؟ ادي الفاره كام بوصه دي يا محمود؟ خمسه بوصه؟ خمسه بوصه خمسه بوصه تمام. فاره نجار يا جماعه يدوي بسم الله ما شاء الله كلها بسم الله ما شاء الله يعني فيها كل هي حاجات جديده الكاستير بتاعها بص مكتوب عليه كمان في ختمه على الكاستيرة تمام ب 225 يا عم مصطفى ان شاء الله باذن الله تمام يا عم مصطفى ربنا يبارك يا رب وربنا يحسن سوقهم يا رب ويجعل سوقهم احسن منهم. قرصان طاجين يا جماعه وان شاء الله يعود عليكم الايام بخير باذن الله. ما تنسوناش بقى بالدعوه صالحه في ظهر الغيب يا جماعه اذا استفدتوا من الفيديو ويا ريت لو استفدتوا منه برده وعايزين تفيدوا غيركم يا ريت تنشروا الفيديو في المواقع التواصل الاجتماعي او لاي حد من اصدقائكم المهتم بمجال العدد عشان برضو يستفيد من العروض ديت. احنا طبعا يا عم مصطفى هنا في سوق الجمعه تمام. سوق الجمعه اللي هو شارع سوق الحمام من اول السيده عائشه كده. لو جيت عند السيده ميدان السيده عائشه هتركب توك توك هتيجي هنا عند منطقه اسمها الطحاويه. الطحاويه دي هتسال على مسجد الايمان هو ده الشارع مسجد الايمان اخر سوق الحمام وده بدايته. وهنا عم مصطفى اهوت وهو ومحمود ودي العده بتاعتهم ربنا يبارك ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين. رقم التليفون لو حد عايز يسالك على حاجه قبل ما يجي رقم التليفون كام يا محمود؟ 011 2 5 6 7 8 0 7 4 حلوه النقطه دي يا محمود. رقم مميز. لا هو مش رقم مميز ده هو ما مرد يدوني مرة واحدة حافظ كده بقى هو حافظ كده تمام. ده كان فيديو النهاردة يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ومتنسوناش بقى باللايك واللي لسه أول مرة يشرفنا يا ريت تشترك في القناة عشان يوصلوا كل عروضنا الجديدة إن شاء الله وكل أسعارنا الجديدة وكل العدد وكل البياعين المحترمين اللي بيبيعوا بأسعار
رخيصة. اشوفكم على خير في فيديو جديد، كل سنة وانتم طيبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.